قال لي أختي والله ابنك عنده ورم، والورم يعني كبير يعني. الطفل صغير وأنا عملت عملية والحمد لله الحين أنا يعني الحمد لله أحسن، وأخذ أدوية وأبر والحمد لله الحين أنا. اكتشفنا هذه الحالة اللي عنده إنه كان عنده صداع واستفراغ مستمر، فراجعنا أكثر من طبيب وراجعنا الدكتور أخصائي في الأشعة، فبعد إجراء بعض الفحوصات تبين أنه عنده ورم في خلف تجويف العين تحت الدماغ. ابن محمد كاد أن يفقد بصره من هذا الورم، لأن الورم كان حجمه 3 سنتيم من خلف تجويف العين وكان ضغط على تجويف العين. تلقينا طلب العلاج من والد الطفل محمد الذي كان يعاني من مرض السرطان، وحيث قامت المؤسسة بفضل الدعم المساهمين والمتبرعين بالتكفل بعلاج محمد من المرض الذي يعاني منه. الحمد لله أخذت موعد، هو كان قاعد هيك ورسب شيء شو يعني نطي ظهري هيك يعني دا أخذ الموعد، التفتت عليه هو بعد ما صحصح راح الصدام عنده، رأسا ابتسم بابتسامة والله العظيم يعني من ابتسمني هالابتسام قلت الحمد لله والشكر زين، مثل كأنه مي بارد ونزل الحمد لله والشكر. شكر بعد إجراء العملية وإجراء الإشعاع ابني الحمد لله يتعافى بعلاج طويل الأمد، والحمد لله يعني رسم لنا فد أمل، وكل المصابين اللي في هذا المرض أنه لهم أمل في العلاج وفي الأيادي الخيرة اللي تدعم هذا العلاج. ألعب مع أصدقائي بالمدرسة، أحب أتفرج الكورة وأحب ألعب الكورة، لا أحب أصير دكتور يعني دكتور أطفال، وأنا أحب مؤسسة جليلة عشان هم دعموني بالعلاج. الحمد لله مؤسسة جليلة كانت يعني مؤسسة المبادرة الأولى إنه دعم العلاج، وبعد العلاج مؤسسة جليلة ما قصرت يعني، يا سباق على الخير يعني.